بالدكتور هاني عاشور. دكتور، دعني أبدأ بالعراق اليوم وما نسمعه أن العراق كان له دور كبير أنه يقرب وجهات النظر بين إيران وبين السعودية. هل فعلا العراق هذا اليوم قادر أن يقرب وجهات النظر؟ وإذا تقربت وجهات النظر بين إيران والسعودية، هل راح يهدأ العراق ويحل أغلب أزماته الداخلية؟ لو المشاكل الداخلية ربما أكبر من الصلح بين السعودية وإيران. شكرا لكم وللضيوف الكرام. بداية، لا بد من التأكيد أن هناك متغير في السياسة الدولية، وهذا المتغير بدأ يتضح منذ الحملة الانتخابية لبايدن، وقد أعرب عن ذلك كثيرا حين قال الحروب التي لا تنتهي يجب أن تتوقف، وهو يقصد حروب مثل اليمن، ليبيا، سوريا، الأزمات الموجودة في العراق. وكان يعلن صراحة أن هناك خصم أو حروب مستقبلية، وهذا ما أكد بلينكن وزير الخارجية قبل أيام، وسوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، حين قال علينا أن نفكر بالحروب المستقبلية وليس الحروب الحاضرة الآن. نعم. وهذا ما يعني أن السياسة الأمريكية تدرك تماما أن هذه الصراعات في هذه المنطقة لم تجد نفعا ولم تستطع أن تغير سياسة ترامب التي أراد أن يفجر من خلالها المنطقة لتحقيق أرباح معينة، فشلت. والدليل على ذلك أن الانتخابات الأمريكية أفرزت رؤية جديدة وشخصية جديدة غير شخصية ترامب وسياسة ترامب. وحتى هذه اللحظة هناك نقد كبير يتوجه في الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة ترامب. هذا المتغير أيضا انعكس على دول كثيرة في العالم، على العلاقات الأمريكية الصينية وعلى العلاقات الأمريكية الروسية وغير ذلك. ولكن بالنتيجة نحن في العراق ماذا سيتحقق لنا؟ الاضطرار هو الذي بدأ يغير السياسة. القوى الكبرى بدأت تتجه في سياستها لشكل آخر، وهو الحروب الاقتصادية، حروب الأرض وحروب الجيوش. لذلك نحن نرى الآن على سبيل المثال أمريكا بدأت تفكر في سحب قواتها من أفغانستان ومن دول أخرى. للمعلومة هناك 800 قاعدة أمريكية في العالم، في 70 دولة في العالم. فقط في ألمانيا 87 قاعدة أمريكية. إضافة إلى ذلك القوات المنتشرة في دول أخرى، القوات المنتشرة في الخليج، يعني على سبيل المثال في الإمارات 4 قواعد أمريكية، في الكويت قاعدة أمريكية، في قطر قاعدتين. للأعداد والسيالية، واحدة للطائرات وأخرى لطائرات B-52، في السعودية قاعدة الظهران، في سلطنة عمان سيطرة عسكرية لا تسمى قاعدة، في البحرين قاعدتين، قاعدة الشيخ عيسى والأسطول الخامس الأمريكي. وإذا نجي على مساحة هذه الدول الصغيرة جدا جدا بالقياس إلى العراق، التكاليف أيضا هذه تكلف الولايات المتحدة الأمريكية سنويا 100 مليار دولار هذه القواعد. إضافة إلى ذلك ما أنفقته أمريكا في الحروب، مثلا أنفقت في أفغانستان 850 مليار دولار، في العراق أكثر من تريليون دولار. هذا بدأت تعيد أمريكا النظر فيه، علما أن هذا الوضع الأمريكي فاز فيه واستفاد منه الصين. هناك مفكر أمريكي اسمه شايمر يقول نحن ننشر مئات القواعد الأمريكية والجيوش، وهذه القواعد الأمريكية والجيوش الموجودة في مختلف دول العالم وتكلف أمريكا تحمي المضائق والموانئ والبحار، ولكن المستفيد هو الصين. تجارتهم تسير بهدوء ونحن مؤمنين جميع المناطق إلى الصين. هذا حقيقة جعل الإدارة الأمريكية تعيد النظر. إضافة إلى ذلك، يعني أفهم من كلامك دكتور هاني أنه أمريكا ربما تسحب إيدها من الخليج. سحبت إيدها، يعني على سبيل المثال هناك ثلاث قواعد باتريوت. نعم، قواعدها موجودة بقوة، يعني ثلاث قواعد باتريوت في السعودية كبيرة. سحبها بايدن. سحب ثلاث قواعد بعد أن أصبح رئيس، قال لن نبيع أسلحة إلى السعودية.
ودخل في موضوع حقوق الإنسان وغيره. نعم. وهذا الموضوع حقيقة موضوع، لكن أنت تعرف السياسة الأمريكية دكتور هاني، يعني بالبداية أول ما يجي أي رئيس يستلم يعني ينفذ بعض ما تحدث به بالانتخابات، بعض اللي تحدث به وعد به يمكن المواطن الأمريكي، لكن بعد سنة تختلف الوضعية كلها. بكل تأكيد. وأيضا السياسة بكل الأمريكية هي مو سياسة الرئيس بايدن، لكن هناك سياسة ثابتة للولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد. يعني على سبيل المثال ترامب عام 2019 قال الدول التي فيها قواعد أمريكية عليها أن تساهم في النفقات. نعم. لم تستجب أي دولة لهذا النداء. أول دولة رفضت هذا النداء هي كوريا الجنوبية التي فيها قواعد أمريكية مهمة. نعم. هذا المتغير في السياسة ليس لصالحنا، يعني أمريكا لا تفكر لصالحنا. نعم. لديها بعد آخر. نعم. لديها روسيا، لديها الصين، لديها قوى جديدة. العقوبات التي كان يطلقها ترامب، التهديدات التي كان يطلقها، لم تجعل هذه المنطقة أكثر أمنا. نعم. وإنما جعلتها أكثر. أما الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن أسلوبها في المنطقة؟ ربما لا، لأن على سبيل المثال نحن لاحظنا نشاط واضح لداعش في المنطقة. نعم. يعني بدأ منذ مجيء بايدن حتى. نعم. هذه اللحظة. وهذه إشكالية كبيرة.